تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسماء التهنئة وصادق التبريكات بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا للجهود المشهودة التي قام بها جلالته لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة ودور جلالته البارز في دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى أفاق أرحب وأشمل، مما عزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أكد معالي أن هذا الإنجاز يعد مفخرة لجميع أبناء البحرين، والذي يضاف إلى سجل إنجازات جلالة الملك المفدى والتي تحققت في عهد جلالة الملك الزاهر، والذي كان ولا يزال أحد أهم مرتكزاته حرص جلالته على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.